مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومساء الفل على حضراتكم. منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله زي ما انتم متعودين يوم الاربعاء بيكون معنا النجم الكبير جدا، النجم علاء ميهوب. نور الدنيا يا كابتن. كابتن ميدو الحمد لله، الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام؟ تمام. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها. يلا. عندنا دوري، عندنا كاس عالم انديه، افريقيا، عندنا افريقيا، ده مباراه العوده، المباراه اللي فاتت برضه هتكلم مع حضرتك فيها. لكن العين وصل لكاس العالم او نهائي كاس العالم، يعني حاجه انجاز كبير جدا. ده الحدث الاكبر. بالظبط، والحدث اللي الواحد فرحان جدا جدا عشانه. عايز اقول لك امبارح بتفرج على المباراه حماسي وعايز الفريق يكسب بالظبط، يعني كده حاجه مشابهه اكنه بتفرج على النادي الاهلي. والله ميدو نفسه عايزهم يكسبوا، وهم امبارح يستاهلوا يكسبوا، وصلوا نهائي. اداء مشرف جدا، اداء رجولي، وكره حلوه قوي، وشكل جماهير حلو قوي، وشكل ملعب حلو، كل حاجه امبارح حلوه، والحمد لله انتهت بمكسب العين. الف الف مبروك نادي العين وكل شعب الامارات. وعلى فكره مش مبالغ بقول، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويفوزوا بالبطوله. خلاص طمعونا ان هم طمعونا فعلا، هي ثاني مره فريق عربي يوصل للنهائي، لكن بتمنى العين يوصل للنهائي ويفوز ان شاء الله بالنهائي. يعني يا كابتن كنت متوقع ان العين ممكن يوصل لكاس العالم الانديه، نهائي كاس العالم الانديه، ولا الطفره اللي حصلت في الكره العربيه عموما او في الامارات؟ لا، يوصل النهائي ميدو انا ما كنتش متوقع، لكن انا متابع الفرق، خصوصا العين في الامارات معروفه فرقه كبيره جدا، ودايما في التطور المستمر، دايما بتشوف احسن نجوم تجيبها حتى على مستوى المدربين الفنيين. لا، في تطور فظيع في نادي العين، وطبعا كان نجمهم الكبير عموري وراح الهلال، لكن تحس لا، فريق دايما مبدع، دايما فريق بطولات، فريق وراه جماهير كبيره قوي، فريق منظم قوي. تحس ان هي اكاديميه عين كده، تحس ان هو نادي العين، تحس ان هو نادي دوله كده، دوله اسمها دوله العين في الكوره. طبعا في تخطيط يا كابتن، وفي شغل، ما عشان كده بقول لك يعني الوصل طلع الاهلي من بطوله عربيه، العين وصل لنهائي كاس عالم الانديه، حاجه عندهم فعلا ناويين يعملوا حاجه. بالظبط يا ميدو، هم تحس ان هم النادي منظم جدا جدا جدا، ودايما بيعمل حاجه لقدام، دايما خططه المستقبليه، دايما مشاريعه لقدام. عشان كده بقول لك ما استغربتش ان هو يبقى في المراكز المتقدمه في كاس العالم الانديه، لكن وصوله النهائي مفاجاه بالنسبه لي، لكن يستحقها. يعني هي مفاجاه، بس عارف انت ايه، في مفاجاه بس لا تقول في الاخر لا، يستحق المفاجاه دي، يستحق يوصل النهائي. وبقول لك انا بتمنى والله من كل قلبي يفوز على ده، كلنا النهائي. احنا امبارح كلنا كنا بنشجع عليه يفوزوا، ان هم يستاهلوا بجد. يعني امبارح مش ضربات الحظ الترجيحيه، لا هو يستاهل على مدار المباراه ان هو يفوز. ويعني سبحان الله ربنا، حتى الفوز في الاخر ضربه جزاء، لكن كان فوز حلو قوي، وتحس ان الفرحه بتاعته كانت اكبر من حتى لو فاز في المباراه نفسها. اللياقه البدنيه بتاعت العين تخليك برضو تستغرب، بيلعبوا كل 3 ايام مباراه، كل 4 ايام مباراه، نفس الاداء البدني، بل بالعكس يعني بيزيدوا كمان. اقول لك حاجه ميدو، اكتر فريق لعب مباريات في البطوله دي هو نادي العين. بالظبط، وتحس زي ما انت بقول، طبعا كلامك محترم جدا، مع الوقت بيزيد، وتحس لعيبه نادي العين بتزيد معاه، يعني ما بيحصلش العكس. مع تقدم، مع الوقت بيزيد، والوقت بيعدي، طبيعي انت كلاعب كوره بتقل شويه. لا، لعيبه العين تحس ان في دايما في نفس تاني. النفس ده انا جاي من الناس اللي بره، جاي من شكل الجماهير، جاي من اداء اللعيبه. انت اكيد يا ميدو طبعا لعيب كوره كبير ما شاء الله، اداء لعيبتك في الملعب، انت لو تعبان، ما بكلمش مع الكوره طالما انت موجود. لا خالص، خالص لا والله، في يعني هي حاجه كده معروفه في كره القدم، اداء اللعيبه حتى لو اللعيب اللي موجود في الملعب تعبان، مع الشكل زمايله والاداء اللي بيقدوه، تحس انت بتجيلك روح اضافيه. زي احنا بنقول لك بلغه الكوره ايه، نفس جديد. امبارح اداء العين طول المباراه هايل، زي ما انت بتقول بقى، كمان في الاكسترا تايم او في الوقت الاضافي، مين تحس ان هم لسه بيسخنوا وبادئين مباراه جديده خالص. عشان كده بقول لك هم امبارح لاخر ثانيه بيادوا، استحقوا الفوز. الف الف مبروك نادي العين وشعب الامارات، وبقول المره الثانيه يا رب ان شاء الله يفوزوا بالبطوله. كلام حضرتك محترم جدا، وفريق العين يستحق ان احنا نقف عنده كتير طبعًا. يعني حسين الشحات مقدم مع العين مستويات رائعه جدا، جات لهم بيلعبوا فريق كبير بحجم ريفر بليت، فريق يعني ده هنلاقي فين فريق اكبر من كده يلاعب العين والعين يكسبه ويطلع. من 10 ايام من اسبوع كنا بنتفرج على بوكا جونيور وريفر بليت، بالظبط كلنا بنتفرج بنقول ايه الكوره دي وايه الفرق دي، فتصادف ان العين بتلعب ريفر بليت. فانت بتتكلم امبارح، لا ده انجازين امبارح، هو مش انجاز وصول العين للنهائي كاس العالم للانديه، لا، وكمان انجاز ان هو
يفوز على اوربال بليه اللي هو كان من اسبوعين بنتفرج عليه بنقول ايه الفرقه الجامده دي. كان في العالم كله اه. وبعدين معلش امبارح العين كسبان زي ما بقول كده ايه بجهد لعيبته بعرق لعيبته مش ضربه حظ او هدف او هدفين بهجمات مرتده لا 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 خالص الموضوع مختلف. امبارح مكسب عن جدار واستحقاق نادي العين. زي ما قلت لحضرتك في البدايه كابتن علاء وحضرتك كمان اصريت ان انت تبين نقطه الجمهور ان الفريق حتى لو هو تعبان حتى لو هو في ضغط مباريات دايما بقول للساده المشاهدين ان الجمهور ما فيش اي حد يقدر يطلعها بالزبط. وده اللي بيتكلم فيه النجم الكبير علاء ميهوب زائد التخطيط زائد المدرب اللي واقف عارف هو بيعمل ايه كويس شخصيته باينه قوي في الملعب. حاجه مهمه فريق. كمان يا ميت اتفضل الناس بقى اللي بتنفذ يعني انت كل قلت كل الحاجات اللي بتؤدي للنجاح لكن كمان بقى اللي هو العنصر الاكبر اللي انا دايما بقول عليه اللي في الملعب اللعيبه في الملعب نوعيه اللعيبه في الملعب هو ده دايما بنتكلم كده انت بتتكلم على شكل جماهيري هايل شكل ملعب حلو مدير فني ممتاز خلاص الحاجه بقى كمان اللي بضيفها معاك اللعيبه بقى اللي هتنفذ لك عشان كده دايما بتقول اللعيبه يا جماعه كل حاجه حلوه لكن انا عايز بقى الناس اللي بتنفذ نوعيه اللعيبه ايه اللي بتنفذ في الملعب تستحمل ضغط تستحمل تعب يستحمل مجهود يستحمل كده عشان كده بقول لك دايما الانديه الكبيره احنا دايما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي الكبير بقى بتاع كل الناس دي كلها دايما بنقول ايه في نوعيه لعيبه معينه تنفع في النادي الاهلي ده مش كلام انشا وبنكتبه لا دي حقيقه ما تيجي تنقي لعيب للنادي الاهلي يا ميدو انت بتنقي على نوعيه معينه الناس كلها تقول لك مثلا لعيب ده كويس ولا لا بس انت بتدور على حاجه ثانيه خالص بتدور على لعيب يستحمل حاجات كتير قوي يستحمل ضغوط ملعب يستحمل ضغوط بطوله يستحمل ضغوط لو خسران كل ده فانت بتدور على مش اي لعيب انت بتدور على نوعيه لعيبه معينه النادي الكبير دايما محتاج نجم كبير. نرجع للبيضه ولا الفرخه؟ اتفضل. المدرب ولا اللعيبه؟ انا من وجهه نظري النسبه الاكبر لعيبه. اول مره اختلف معاك. لا تعال نحسبها لو عايز تحسبها. طب ما انا اجيبها لك ابسط لك الموضوع قوي. بص هبدا انا معاك. اتفضل. في لعيبه ما تشوفهاش غير لما يجي مدرب يبينها. ابسط مثال. اتفضل. تكيس مدرب وادي دجله السنه دي بين لعيبه احنا ما كناش شايفينها. لعيبه كمان الانديه الكبيره عايزاه باسلوب لعب بان هو بيدي اللعيب فرصه ان هو يطلع كل حاجه عنده ان هو بيخلي اللعيب مش مضغوط كويس فالمدرب بشخصيه المدرب ليه دور كبير جدا كويس اتفضل حضرتك هات احسن لعيبه في هات احسن مدرب في العالم في العالم جوارديولا ما علينا بغض النظر عن الاسامي كويس ودي لعيبه نص ونص لا انا مش قصدي نص ونص امال قصدك ايه؟ انا قصدي لعيبه ربع الا ربع؟ لا قصدك ايه؟ ما هو بص هنكمل الحلقه كلها هنكملها والله ما هي ما انا بقول لك هي كلها حاجه بتكمل بعض تمام لكن النسبه الاكبر للبي اللي بيأدي في الملعب ما احنا لسه بنتكلم على الاداء اللي في الملعب معاك اعظم مدير فني بره تمام والشغل كويس قوي كل حاجه تمام كويس لكن اللي بيأدي اللي في الملعب مش هو ده اللي مش طب مش ما تيجي نضرب مثال هقول حاجه استنى هقول حاجه صغيره بسرعه كده بس اتفضل ما انت دايما انت بتقيس اللعيب كويس او اللعيب الستار زي احنا بنقول معاه مدير فني كبير على اساس يقدر يستوعب الافكار بتاعته ميدو يعني مثلا مش هجيب جوارديولا ومديله فرقه درجه ثانيه هينفذ معاه ازاي مع نوعيه اللعيبه عشان كده بقول لك انا اتفق معاك في نوعيه اللعيبه لازم تبقى بتساعد المدرب احنا بنتكلم في مين الاكثر تاثيرا اللعيب ولا المدرب اللعيب لان المدرب طب استنى اقول لك حاجه المدرب في نهاية الفيلم ده كله ايه اللي بيحصل له؟ على الخط بره بيتكلم بالظبط انما مين اللي بينفذ؟ اللعيب بس بينفذه بدماغ مين؟ حلو ايوه معاك 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 بفكر المدرب بالظبط خلاص ماشي بالزبط. لكن في الاخر التنفيذ عند اللعيب بالظبط عشان كده بقول لك ايه؟ لازم الانديه الكبيره لعيبه كويسه مدرب كبير يبقى الصوره كلها ميد تكتمل لو حاجه وحاجه مش ماشيه مع حاجه تلاقي في ضلع في الصوره بعد مش موجود دايما اداء كبيره كده طب ما طب هقول لك حاجه اتفضل. دايما جماهير النادي الاهلي عايز اقول لك حته مش مديني فرصه بس ماشي ما انت اللي هتدير حوار بعد كده هقول لك حاجه بس انا دايما انا باخد كلامك انت دايما احنا بنتكلم هنا في دايما في قناه الاهلي على ايه اعظم حاجه جماهير النادي الاهلي بالظبط صح جماهير النادي الاهلي دور كبير قوي في 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 اداء وشكل النادي الاهلي بالظبط كويس جماهيرك دايما بتطلب حاجتين نتائج واداء حتى لو عندك لو في نتائج تحس ان هم فرحانين بس مش الفرحه بتاعت الشكل الحلو تمام عشان كده دايما جماهير النادي بتطلب الصوره كامله تمام الصوره كامله ايه؟ اداء ونتيجه تمام فاهمني؟ عشان كده دايما انت عليك عشان كده بقول لك يا لعيب النادي الاهلي عليه ايه؟ ضغط تمام بقول لك احنا بنكسب لا
جمهور النادي الاهلي انت معوده على حاجه تانية خالص، وانت دايما هنا دايما بتابعك على تواصل مع الجماهير، حتى كبرت تبقى كسبان لكن طالعه مش هي. زي مباراه البطل اثيوبيا الاخير، انا كنت في الملعب جيم كسبني 2 كويس، لكن اداء الاداء مش حلو، جماهير فرص الكتير اللي ضاعت، جماهير طالعه مش مبسوطه، فرص كتير قوي ضاعت، عشان هي جماهير زوقه جدا يا ميدو. جمهور النادي الاهلي او اللي بيشجع النادي الاهلي مش هو يا انا عايز اكسب وكده، لا لا خالص، انا كده بقول لك دايما مضغوط. يعني انت حتى لما جيت النادي الاهلي حسيت بضغط رهيب عليك ما بالزبط. كنتش متعوده بالزبط. لانك في عندك ناس الموضوع تاني خالص طبعا في ناس مستنيه عايزه دايما حاجتين، بطولات وكالعاده موجوده الحمد لله في النادي الاهلي، بس لا بطولات ما تنفعنيش انا كجمهور النادي الاهلي، انا عايز كمان اداء. اسال بقى، اسالك تعالى نطبقها عمليا. فريق النادي الاهلي على مدار العصور اتفضل مسكوا مدرب ما نجحش بيه، بقى في نفس الفترة كويس. هو نفس الجيل بيمسكوا مدرب تاني بينجح معاه كويس، بيرجع المدرب ده بيمشي بيمسكوا مدرب تاني ما بينجحش معاه. وبعد كده اسألك على الكابتن علاء ميوب نفسه، هل المدرب على مدار تاريخك كله أكيد في مدرب أثر في شخصيتك بالإيجاب، وأكيد مدرب أثر في شخصيتك بالسلب؟ سلب لا، مش بالسلب، مش في شخصيتك أنت كشخصية، شخصيتك في الملعب لا بالسلب أو أدائك بالسلب لا، لان انا يعني ايدك بلاش بالسلب، اتأييد شويه والله ما حد كان بايدنا ميدو، مش عايز اتكلم. ما انا بص اقول لك حاجه، اللي انت بتقوله على فكره في علم الكوره صح جدا تمام، دايما اقول لك ايه الكيمياء بتاع المدرب ماشيه مع اللعيبه دي تمام كويس، لكن يبقى انت عندك الاساس، اساس اللعيب. شايف ان حاسس ان انت جالك نادي وخايف تروح تقول لهم اصل المدرب اللعيبه لازم تبقى احسن والله وكده خالص، عمال تهرب من السؤال ده. والله ما بهرب، انا بس بقول لك الحاجه اللي انا من يعني من قناعاتي انا تمام. على فكره ممكن اختلف بس ما فيش مشكله، لا لا. لكن انا بقول لك دايما هو الاساس اللعيب، المدرب بيروح زي انت تقول الكلمه دي مش ماشيه على مدرب، لكن ممكن نفس المدرب يروح لنادي تاني سبحان الله تلاقيه ماشي هايل بالظبط. بس افتكرت حاجه لا تاهت ولقيناها زي ما بيقولوا كويس. انا هضرب مثلا في الدوري المصري تمام كويس، وواحد انا بحبه جدا بحترمه جدا كابتن علاء عبد العال تمام، تالقه مع مين؟ جوه الداخليه. حلو، لما ساب الداخليه وراح انبي النادي الاعلى بالظبط في كل حاجه بالزبط. ايه اللي حصل؟ ما نجحش معاه، ما حصلش التوافق ده. لما رجع تاني الداخليه لقى نفسه فاهمني، لقى نفسه مع نوعيه اللعيبه دي، هي كيمياء يا ميدو. يعني لعيبه الداخليه مع احترامي الكبير ليهم، تخيل بقى ماشيين مع كابتن علاء وطريقته وفكره اكتر من لعيبه انبي. مش انا بقى بقارنش بقى نوعيه لعيبه ايه، لكن انا بقارن فكر مدرب مع نوعيه لعيبه تنفذ. هو لقى نفسه مع الداخليه، اديك عمال تقول لي واهو مثال على اصلي وباين. عندي امثله كتير بس انا خايف تسيبني وتمشي، بس مش مشكله. يعني كابتن طارق العاشري مثلا نفس الحاجه. نفس خد لفته رايح فين دلوقتي؟ البدايه بتاعته. طب ده صح؟ ده مش صح يعني. خلينا بس نرجع. قول والله قول والله مع بالعكس. يعني دي ظاهره صحيه ان انا ارجع للمكان هو ولا ان انا اصعد؟ هو بيلاقي مع نفسه. نفسي. بيلاقي نفسه في المكان ده. بيلاقي نفسه. بيلاقي نفسه في المكان ده. ما انا بقول لك علاء اهو، كابتن علاء عبد العال بيلاقي نفسه في الداخليه. بس اكيد هو كشخص يا كابتن علاء عايز اكتر وعايز اعلى. بالظبط. لكن في الاخر ايه اللي بيحكم مدرب يا ميدو؟ نتائجه واللي بيحققه مع الفريق، الاجواء اللي حواليه، الاجواء. يعني انا هقول لك حاجه، علاء مع طبعا اكيد في فروقات كبيره قوي بين نادي انبي والداخليه، ممكن في فروق ماديه، لكن لو سالت علاء يقول لك انا سعيد جدا في الداخليه، انا بكسب وشكل عام حلو قوي وفي كده كيمياء بينه وبين لعيبتي. المدرب اهم حاجه بغض النظر عن الماديات ولا الشهره ولا هو حته ان هو مبسوط في المكان ده، فرحان في المكان ده، كل حواليه بيساعدوه. بالظبط، هي دي. هو بيبقى الليدر في الموضوع، بس هي دي القناعه اللي جواه ان هو بيبقى سعيد ان بيحقق نتائج. دي عنده بفلوس الدنيا كلها. مهما تروح نادي وتاخد فلوس كتير لكن ما بتحققش نتائج. لكن ترجع في النادي اللي هو ماشي والامور كويسه بتحقق نتائج، انت كمدرب بتبقى مبسوط. تمام، يعني السؤال اللي بنساله بقى لنا 90 سنه باين او 900 سنه مش عارف انا اتذكر 90 كفايه 90 كفايه، ليه احنا ما نبقاش عندنا نفس الدوري اللي بدات الناس اللي بداوا بعدنا تفوقوا علينا فيه؟ عشان احنا ما فيش تطوير. تطوير بيجي ببطء قوي. انا طبعا اعرف قصدك على مين، لكن احنا التطوير بياخد لو في تطوير اصلا حصل حسيت بطفره في الدوري؟ ما فيش، بياخد وقت. بص يا ميدو، عشان تطور لازم يبقى عندك كده خطه مستقبليه انت ماشي عليها. التطوير ما بيجيش في يوم وليله ولا سنه ولا سنتين. لا لا، اكيد الناس بترسم خطط 5 6 7 8 سنين وفي الاخر بيوصل الهدف بتاعه. احنا عندنا دايما بتبقى بالحته،
يعني احنا ملوك الحته. يحصل حاجه طب نعمل دي الحته ده لو حتى نجح نبقى نجاح مؤقت. لو فشل بفشل بيدل ان احنا بنتعامل مع ايه انت لو شفت الدوري المصري دوري جبار ممكن دوري يبقى دوري جدا جبار جدا ممكن. يا عميد ممكن امكانيات جامده جدا وامكانيات انديه وامكانيات لعيبه مهوله وجماهيريه. انت بتتكلم على جماهير ملهاش حل بالظبط فاهمني بالزبط. انت عندك كل الامكانيات بس انت محتاج حاجه محتاج حد يخطط لك لفترات طويله قوي بالظبط وتسيب وايه ومفيش حد يجي في النص كده يقول لك طب لا سيب اللي تاخد وقتها دايما حاجه ما بتوصل للنجاح بتاخد وقت لكن تسيبه يشتغل زي اقول لك مثلا انا هديك القطعه دي بعد 3 سنين انا عايز احقق الشكل الفلاني وتسيبه تبعد خالص تميده عنه وتسيب تشوف الامور لو انت واثق فيه بالظبط هي دي اهم حاجه انت اخترت حد واثق فيه بس لازم تجيب لي بلان معينه 3 سنين 4 سنين اديني فرصه ان انا اعمل لك حاجه خطط دي الواحد بتثق فيه والراجل ده عنده التيم بتاعه عنده الناس بتوعه اللي يبداوا يشتغلوا صح لان كل امكانيات هنا يعمل لك دوري مصري مالوش حل موجوده طبعا موجوده 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 يعني عارف طبعًا. تتكلم فيها وانت كده براحتك لكن هي زي ما بقول لك انا دايما بتخطط وعندنا لعيبه كويسه طبعا طبعا لعيبه كويسه ده لعيبه يعني حدث ولا حرج على اللعيبه بس لما بنتكلم في العموم يعني بنتكلم على الاهلي بس لا مش الاهلي بس طبعا على المستوى العام كله الحوار مع حضرتك بخليه مفتوح ما بقاش مرتبط بحاجه معينه نتكلم في تخطيط وبنتكلم في شكل كوره مستقبليه في مصر لازم نتكلم على المنتخب هل الاجيري قدم للاتحاد الكوره خطه مش رؤيته للمنتخب المصري هيعمل ايه في خلال سنتين ثلاثه ولا ان انا هطلعكم كاس عالم وان احنا ناخد افريقيا لو كان ده الاتفاق يبقى اوكي ماشي موافق لو هو متفق كده ان هو يطلع نوصل كاس عالم ونفوز ببطوله افريقيا على فكره ده يبقى احسن حاجه مش عايز مع كوبر لكن عايز تفوز ببطوله افريقيا ما احنا وصلنا مع كوبر افريقيا حتى لو كنا خدنا افريقيا يا كابتن علاء دايما الحدث الاكبر بيلغي لك الحدث الاقل اللي هو كاس العالم طيب ما انت دايما نميدو الخروج المؤسف من كاس العالم لغى لك كل حاجه كوبر لغى طبعا لكن هو كوبر انا في نظر يعني كوبر مع احترامي الشديد ليه يعني الراجل ماشي بس مع احترامي الشديد هو لم يضيف للكره المصريه اي شيء لا هو كوبر من غير احترامات شديده وكده اللي انت عايش فيها دي يعني برضو هو ملوش دعوه بالكوره لكن هو كل حاجه سنه مش بيبوظ كل حاجه وليه هنتكلم ليه لكن ليه نتكلم ليه بنزوق الكلام نتكلم كلام عادي هو ملوش دعوه بالكوره مش شخصه انا مش هناسبه مش فكره على فكره موضوع شخص عايز حاجه والله انا طيب بس والله بقول لك حاجه موضوع شخص وحد محترم وحد جميل ده الكلام ده في حته النسب اما اجي نسب حد انا بتكلم كوره تمام كوره لا خلي بالك انا فرقت ايوه انا ماشي بس عشان تعدل على الواحده والله ابدا عشان تعدل على الواحده فكان الموضوع والله انا بتكلم فرقت بين شخصيه راجل وشخصيته الكرويه شخصيته. انا ما اضافش اي حاجه للكوره المصريه خلاص طول بس اقول لك ليه طيب اقول لك حاجه طول ما احنا بنتكلم هنا احنا بنتكلم عن الحته الكرويه تمام خلاص هو كرويا ما اضافش حاجه للكوره المصريه تمام. هو استفاد استفاد كويس طبعا جامد جدا طبعا. لكن هو افاد لا هو راجل محظوظ جميل نتائجه تتكلم عنه ما اقدرش افتح بقى عمل كل النتائج اللي انت عايزها منه لكن انت دايما يا ميدو بتتكلم بس كانت كلها كانت نتائج تخوفك لان كانت النتائج انت بتكسب بس ممكن يجي لنا القلب احنا كجمهور معلش ما هو بص يا ميدو ما هي المشكله انك كل ما بتكسب بتعدي لكن ما تقولش انا عندي غلط انت فاهمني عشان كده بيقول تطور ما هو انت لما تكسب لازم تشوف غلطك ايه بس احنا لا احنا بتكسب عدي عدي فاهم انت يا فرحه وكلام من ده طب وبعدين في الاخر بقى ايه تتكلم في النقطه الصادمه اللي انت بتتكلم فيها دي هو احنا المنتخب بتاعنا عايز اصنفه منتخب كويس ولا وحش ولا الراجل ده اضاف حاجه ولا ما اضافش حاجه وبعدين بتتكلم على منتخب بتتكلم على عناصر منتخب ما شاء الله حاجه في كره القدم محترمه جدا بالذات الناس المحترفه بره او الناس اللي بتختارها من هنا بالزبط. عشان كده دايما انت عندك سن الطمع انت كبير منتخب مصر حاجه كبيره جدا بالزبط. جدا بالزبط. عشان كده دايما بتبقى عندك سن الطمع ان انا عايز يبقى ليا شخصيه عارف انت بقى انت منتخب مصر في افريقيا شخصيته كده واضحه زي المنتخبات الكبيره شغل ليك شخصيه واضحه كده تمام عشان كده بتتكلم كده انا فاهم انت بتتكلم على ايه دايما بتتكلم على الحاجه الاحسن في حاجه اما خطط لها على بالظبط لكن واضح ان الراجل اكيد يبقى في تخطيط كويس جدا لانك انت وصلت نهائي طب التخطيط ده المفروض يبقى معلن يا كابتن علاء يعني المفروض يعني طبيعي جدا يعني لو في تخطيط ده لو في تخطيط يعني لو في تخطيط يبقى اعتقد من بدايه السنه الجديده يا جماعه الخطه بتاع الراجل كذا 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 ليه يا ميدو بقول لك كده جميل حته الوضوح يبقى الناس كلها عارفه الراجل ده بيشتغل على ايه ما حاسبوش بالقطعه سيبه بقى يشتغل الراجل ادانا الخطه وادانا تصوراته وهيبدا يشتغل ازاي مع مساعده اتحاد الكوره اللي اكيد بيساعده كويس جدا يبقى حتى جماهيرك عارفه الراجل اللي جاي ده هيشتغل ازاي وفكره ايه على فكره ده مش عيب على فكره الانديه العالم كله شغال بكده الانديه شغاله بكده بقول لك مثلا تعاقدت مع فلان الفلاني تعاقدت معاه على ايه
يقول لك 1 2 3 4 تبقى جماهير ناديك عارفه مديرها الفني بتاع السنه دي الخطه بتاعته او الهدف بتاعه ايه. فتلاقي كل حاجه بقت هدوء بالظبط. مش هقدر مش ايه تحصل حاجه في ماتش تروح ايه لا 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 خالص بالظبط. ما احنا خلاص يا جماعه متفقين على بنود احنا اتفقنا عليها كلنا وكلنا موافق. هو ده اللي ممكن يحصل طبعا. لا او لازم يحصل اميدو حته الخطه بتاعتك ايه ده اللي المفروض يحصل طبعا. تمام. تعالى نرجع للاهلي في الدوري. اتفضل. ومشواره في الدوري بدانا يعني واحده واحده مع مشي قلنا اسلوبه ما كانش متوافق مع النادي الاهلي. تتفق ام تختلف مع اسلوب كارتيرون؟ نتائج ما تساعدش. انا بتكلم على الاسلوب. نتائج ما تساعدش. انا بتكلم على الاسلوب حضرتك. ما هي ما الاسلوب انت تخطى اسلوبه ليه عشان نتائج؟ لا انا بتكلم على الاسلوب قبل النتيجه. هل اسلوب كارتيرون اللي حضرتك يعني طب انا هقول لك عاشق طب خلينا نكمل السؤال بقى انا بس اقول لك حاجه اقول لك اسلوب كارتيرون ده حتى على انت استفهام تمام والنتائج مشت حلو تمام كان ايه اللي هيحصل؟ انت ايه بص ايه ما تجاوب ماشي ماشي كان ايه اللي هيحصل؟ ماشي خلاص ما انا موافق كان هيمشي؟ لا ما كانش هيمشي خلاص يعني انت جبت من الاخر جبت لك من الاخر طيب ماشي انت بتحرق لي كام انت على فكره بتحرق لي اسئله كتير جدا والله خالص بالعكس لازم نستفاد من بعض طب لما كنت بتتفرج لا انا بستفيد منك طبعا لما كنت بتتفرج على الاهلي وحضرتك طبعا نجم كبير وعشت فترات مع مدربين كبار جدا شكل الاهلي هو ده اللي انت كنت شايفه؟ كانش ليه شكل بالظبط عشان بس كده بس في عوامل يا ميدو عشان ما نظلمش الراجل كم اصابات مش طبيعي كان موجود في الفرقه ده اللي بتكلم عليه بقى كابتن علي اللي هو الاسلوب بتاعه حتى لو اللعيبه دي موجوده اللي هو الاسلوب ان احنا اقرب طريق للجون اقل عدد بساط عشان اوصل للجون هل هو ده الاهلي؟ لا. هل لو كانت لعيبه موجوده النجوم موجوده كنا برضو هنجتاز المرحله دي ولا برضو هيبقى نفس النتائج ده اللي كان سؤال انا معاك عايز اوصل للجول بسرعه والكلام من ده لا لكن اصل ما بدايه الحلقه بتاعتنا يا ميدو انت كنادي اهلي نادي كبير جدا جدا شكلك ثابت المفروض بالظبط وجماهيرك كبيره جدا جدا وجماهيرك عارفه طريقتك وعارفه اسلوبك وما لهاش طموح ولا لها اي حدود ولا خالص بالظبط ومهما تغير المدير الفني هي عارفه المدير الفني مين فلان الفلاني طيب ماشي حضرتك انا عايز كذا وكذا عايز بطولات وعايز نتائج وعايز انا كمشجع اهلاوي اقعد كده اتفرج على فرقتي قاعد مش قلقان قاعد مستمتع جدا بالاداء بس ميدو الناس لازم تعرف او مش الناس جماهير الكوره عامه وجماهير النادي الاهلي بخصوصها بالذكر كده قاعده عارفه كل حاجه بالظبط وبتشوف كل حاجه وايه الغلط وايه الصح وكان لازم يعمل الكوره احسن من المدربين احسن من اي حاجه خالص فاهمني فلما ما يقعد كده يبقى قاعد عامل كده مطمن من فرقته من الشكل من البدايه من كل حاجه جات لنا فتره كده طبعا اللي هو كتير 90 لا احنا هنكسب لا لا لا, 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 لا الموضوع منتهي لو 90 91 92 عارفين ان هنكسب بالظبط هو ايه اللي مطمنها ميدو الاداء اللي في الملعب دايما المشجع اللي بيطمنه ادائك في الملعب بدايتك في الملعب دايما كده مدربين يقول لك ايه انا عايز بدايه قويه جدا قويه جدا دي اشاره وانذار مبكر للفرقه الثانيه لا انا هكسبك النهارده وتحس ان اللي قاعد في المدرج ده خلاص مطمن عشان كده بقول لك المدير الفني للنادي الاهلي لازم يعمل حاجه مش مختلفه لكن يعمل حاجه الناس متعوده عليها في النادي الاهلي نتائج دي طبعا وبطولات دي انساها ان هو متعود على كده والاداء الحلو الممتع اللي يطمنك انت كمشجع كالترون ما عملش كده بالظبط ممكن تكون الظروف ما ساعدش كم اصابات كتير الفتره اللي كان فيها فتره كانش فيها استقرار انت فاهمني يا ميدو تحس ان الراجل ما لحقش ياخد وقته مع النادي الاهلي بس هو الغلطه حصلت في حاجه وعلى فكره مش با مش با مش بلوم حته الاخاله او ان هو مش خسرت بطولتين في اسبوع دي لاي مدير فني في نادي كبير صعب ان تستحمل بس ما يعني فضل. خسرنا بطولتين في اسبوع بس انت خسرت لاسباب فيها اسباب فنيه طبعا انا عمري ما باجي على حد يا جماعه والله العظيم خالص خالص انا كالتيرون من الاول كنا احنا دايما بندعم لغايه لما نقول في حاجه غلط هو احنا متعودين كده على فكره انا معاك بندعم حتى لو شايفين اخطاء بس عادي تعدي لكن لما يجي وقت الجد لا لازم نقول يا جماعه في حاجه غلط كان في ايدينا البطوله الافريقيه كانت في ايدينا جدا طبعا انت رايح عندك اريحيه كبيره قوي لعبت بطريقه صعبه جدا بالظبط نفس الكلام برضو في البطوله العربيه بالظبط فعشان كده الامور كانت متصعبه وهو صعبها على نفسه هو صعبها على نفسه هقول لك حاجه مين دفاعات كتير كنت بتكسب مباريات وانت مش يعني ما عندكش ثقه في فرقتك مش تقول لا يعني كان لازم احسن من كده هو ما عرفش دي يعني هو محترمي الكامل ليه واحترامي لوادي دجله نوعيه اللعيبه في وادي دجله والتفكير في وادي دجله والجو في وادي دجله حاجه والنادي الاهلي حاجه تانية خالص مختلف تماما بالظبط خالص عشان كده
النقله دي يا ميدو هي اللي عملت كده. النقله دي هي اللي عملت كده. انا هرجع اقول لك، ها، كالتيرون ما كانش هو الانسب للنادي الاهلي من البدايه. يعني فاهمني، لكن الناس اختارته وبقى خلاص الموضوع انتهى كعادتنا في النادي الاهلي الحمد لكن لله. لكن كان ناجح الاول يا كابتن علاء، نجاح يعني، بس ناجح. مش يعني انت جبته بناء على ان هو شخص نجح مع دجله. لا. كسبك مرتين، معلش 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 هقول لك حاجه، كسبك مره، كسبك مره، كسبك بتكتيك لعب، مش تكتيك، لا تكتيك ودجله مش تكتيك الاهلي. ما بالظبط، هي دي غلطته، دي اللي فرقت يا امير، هي دي غلطته، دي اللي فرقت. مش كل مدرب ينجح مع نادي مصري ينفع الاهلي او الزمالك او انديه كبيره، مش شرط على فكره، مش شرط بالمره. في مدربين كتير جدا بدون ذكر اسامي. اتفضل. لا اتفضل، لا كمل كمل. انا عايز اقول لك، هل ارتباط لاعب بمدرب قوي يعني، خلينا نتكلم كوليبالي. كوليبالي هل كان مرتبط بكالتيرون الارتباط اللي هو بعد ما مشي كالتيرون بدا مستواه نقول مين هو مين ده، ولا هو كان من الاول بس كوليبالي كان في الاول ماشي كويس قوي؟ لا هو من الاول مين ده، بس هو من الاول المدير الفني اللي جابه، فكل احترام لي. حتى لو عايز تنتقد، لا لا حتى لو عايز تنتقد طبيعتنا مش هننتقد، عشان انت عايز دايما المدير الفني بتهيئ له جو كده هدوء مفيش انتقادات. المدير الفني هو اللي جابه بتفكيره بقراره. انت ما تقسي كل لعيب عليك بقى، يعني انت كنت بتخبي الكوره. والله ما بقيس، وما انا مش هقول لك لعيب يرضيك بقى. والله على فكره ما بقيس حاجه، اما تجيب لعيب النادي الاهلي لازم تجيب لعيب ليه مواصفات خاصه. تتكلم على الجيل بتاعك كنت بتخبي الكوره من الناس. انا ما بتكلمش على الجيل بتاعي، انا بتكلم لما تيجي تجيب لعيب للنادي الاهلي لازم تجيب لعيب مواصفاته تنفع النادي الاهلي. كوليبالي مع احترام الكامل ليه كلاعب، مين شافه غير كالتيرون؟ فجاه جه لدرجه انا فجاه والله ما شفته في الملعب بقول لهم مين ده؟ فقالوا ده فلان الفلاني كالتيرون جابه وكان معاه في البطولات بتوع افريقيا وكده. ماشي، بس ده مش نوعيه لعيبه النادي الاهلي. لكن ما تقدرش وقتها تنتقد لان انت عايز هدوء للمدير الفني. اللعيبه كلها بقت زي بعض يا كابتن علاء، كلهم شبه بعض الا حاجات خفيفه. والمدرب بقى ليه دور ان هو يخلي اللعيبه دي بتبقى لعيبه بالظبط. يعني في اوروبا مثلا بتلاقي اللعيبه متقاربه، لكن اختلاف افكار المدربين، تفكير المدرب ازاي استعمل الناس دي في اوقات مختلفه في حتت مختلفه. شفت كسبتك ازاي؟ لا خالص، ورجعت قلت المدرب اهو. يا استحاله. بص يا ميدو، ما ينفعش حاجه تتشال من حاجه، ما ينفعش مدرب يعني ايه لعيبه ومدرب. نسب ممكن تبقى اعلى، لكن الاثنين مع بعض هيدوك النتائج احنا بنتكلم عليها وانت دي والجماهير. مثلا دايما بضرب جماهير النادي الاهلي، هي الاساس عندي. تمام. وجماهير النادي الاهلي هي اللي عايزاها. تمام. بطولات، اداء حلو، شكل كويس، روح لعيبه، شكل كده يقول لك دي لعيبه النادي الاهلي. دايما انا بقول لك ايه، هقول لك حاجه، مش عشان انا، عشان كان ليا يعني كان ليا يعني دخل فيه وليد ازارو. كويس. ليه لعيبه ليه دايما جماهير النادي الاهلي يقول لك ده ايه ده؟ انت تحس ان هو متربي في النادي الاهلي. ليه؟ جاوبني كده. شكل النادي الاهلي، هو طبيعه لعيبه النادي الاهلي اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الروح والقلب بس. هو ده دي طبيعه لعيبه، دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي. عشان كده وليد تحس ان هو متربي في النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي يا ميدو. لعيب، ده انا هاكد على كلامك. فضل. كمان مع ان المفروض ما اتكلمش في الجزئيه دي، بس عشان ناس يعني ناس في ناس كده ساعات بتدخل لك كده عايزين يعملوا اي فوركيش. ما علينا ما علينا. اللعيب المحترف، اللعيب المحترف لو لعيب محترف بقى اللي هو مش شكل النادي الاهلي بتتكلم عليه، في وليد ازارو مش هيقطع تيشيرته كده خلاص. ده واحد تحس ان هو بص مولود في النادي الاهلي، مولود في النادي الاهلي. عشان كده دايما لعيب النادي الاهلي كل الناس عارفه. لا بس انت فورمه ليهم، محافظ على جسمك كده. انت ليه عرفت الموضوع؟ الحمد لله. عايز تلعب تاني ولا ايه؟ لا انا ما لعبتش اولاني اساسا. انا ما لعبتش اولاني؟ اه والله. انت خلينا نطلع فاصل على فكره. نطلع فاصل. كل ده ما لعبتش اولاني يا كابتن علاء. احنا كنا بنستمتع بيك وبنستمتع. الله يخليك. بلمستك للكوره والله العظيم بجد، وكل مصر يعني يقولوا علاء الموهوب قبل علاء. الله يخليك يا بيدو. تيجي نتكلم على الشناوي شويه، نقطع فيه شويه عشان عيد ميلاده كان امبارح. ايه ده يا كرسوم طيب؟ اه تخيل بقى عنده 30 سنه الشناوي. ما شاء الله كبر. اه الله اكبر. يعني الشناوي نجم كبير، ما كان عمل الكوره كده وخلصنا، لازم يطلع يمسكها. خلاص بقى. يا شناوي. انت بتقطم ولا ايه؟ الشناوي ده ابني يا كابتن علاء، يعني انا بحبه ولد، انت عارفه اكيد الشناوي قلبه كان معايا في الناشئين. حاجه مخلص ومتفادي. اه والله اقول احكي ده احكي لك احكي لك معايا في الناشئين. آه يعني مره، كل مره لازم اذكر الموقف ده. كنا في بتروجيت والله العظيم جاله قطع في الرباط الداخلي وكمل ماتش كامل شوطه شويه برجل واحده. يعني حاجه بس دايما دايما بلوم عليه ان هو لازم لما يكون مصاب يقول يا جماعه انا مصاب. مش لعيب الكوره دماغه بتقفل. اه بس كان طلعها برضه بالبوكس. ما كان طلعها يعني بالبوكس. كانت سهله جدا طلعها بالبوكس ونكسب يا شناوي. نطلع نشوف تاريخ عن النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الاهلي وحارس مصر. مش عايز اقول الاول، خلينا نقول الاول بيننا احنا كاهلاويه
وان شاء الله يرجع نجم مصر وحارس مصر الاول. نطلع نشوف تقرير عن الشناوي عيد ميلاده ونرجع. كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم، كل سنه وانت نجم كبير كده، كنت سنه وانت طيب يا مونديالي زي ما قال زميلنا العزيز في التقرير. كل سنه وانت حامي عرين النادي الاهلي ومنتخب مصر، ومعاك طبعا نجوم الفريق من النادي الاهلي اكرامي ولطفي وكل حراس المرمى. بس كان طلع الكره بالبوكس برضه يا كابتن علي برضه، ما خلاص بقى نصيب نصيب. طب نرحب بيها يا كابتن علي. شناوي ازيك يا شناوي؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ مرحبا كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا كابتن. بقول لك ايه، ميدو كان متفاجئ ان انا اللي جبتك من الحمول. لا هو مش يا كابتن، ده انت اول واحد ضربت لي في النادي وياما ضربت حضرتك كتير. انا فاكر ان انت اكتشفت. لا اصل ميدو فاكر ان هو اكتشفك على الشناوي وما يعرفش ان انا زمان جايبك من الحمول وما يعرفش حاجه خالص. يا كابتن يا كابتن، طب هو في الحمول ما كان طلع الكوره بالبوكس؟ لا ما كانش لسه وصل للحته دي. كل سنه وانت يا محمد، ودايما ربنا يخليك يا كابتن. اهم حاجه تبقى سليم وصحه كويسه وربنا يكرمك ان شاء الله دايما الاحسن يا حبيبي. يا كابتن يا رب دايما كده مع حضرتك على طول. والكابتن علاء انا يعني احنا من ناشئين نتمرن مع كابتن علاء، وتعلمنا الكابتن علاء حاجات كتير، تعلمنا يعني ايه الالتزام، يعني ايه حب النادي الاهلي، يعني ايه ما نخسرش، يعني ايه حاجات كتير. واحنا موجودين في الناشئين كابتن علاء بصراحه من الناس، اول ما جيت نادي الاهلي كنت في مدرسه كوره، وبعد كده اول ما لعبت فرق مع الدوري دوري مع النادي كنت مع كابتن علاء طبعا، يعني كان واحد يعني سعيد جدا ان هو مع كابتن علاء. حبيبي يا شناوي. كابتن علاء ربنا يخليك كابتن. طب ما علمكش تطلع الكوره بالبوكس؟ ولا ايه يعني؟ حبيبي يا شناوي، انا شهدت فيك مجروح، انت عارف انا بحبك قد ايه، يعني من اللعيبه المخلصه اللي انا اتعاملت معاهم في بتروشيت كمدرب يا كابتن علاء، وكل الناس عارفه حاجه جميله جدا، ونموذج للعيب المحترف واللي عارف اهدافه، وان شاء الله ربنا يديك كل اللي انت عايزه. كبرت يا شناوي 30 سنه، لسه قدامك 10 سنين بس في الكوره. لسه بدري، لسه 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 بدري بس. لا لا لا، حارس المرمى لسه بدري، اكتر من 40 سنه. لا لا لسه لسه. عارف هو الحلو فيه ايه؟ مش عشان هو موجود معايا، يعني لما جه من الحمول وكان بيلعب، على فكره كان كابتن احمد ماهر الله يرحمه هو اللي كان مدير القطاع وقتها، وتنبأنا للشناوي نبقى كويس، هيبقى حارس مرمى هايل. بس طبعا الايام عدت، انا سبت الناشئين ومشيت وكده، فوجئت ان هو مشي. بس الحلو فيه ايه بقى؟ اللفه دي كلها ميدو، وراح راجع تاني النادي الاهلي. لا مش النادي الاهلي، منتخب مصر ولعب كاس عالم. هو ده. اقول لك على مفاجاه، الشناوي احنا بتروجيت جاله عقد احتراف بره، فانا كنت هو يعني اخويا الصغير، مش عايز اقول ابني عشان ما اكبرش نفسي، انا لسه صغير لسه صغير انا. فرحت له الاوضه كلمته، قال لي يا كابتن انا مش عايز عقد احتراف، انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني، هو ده هدفي. ورجع النادي الاهلي تاني. جميل. دايما يبقى ليك هدف وعايز يرجع النادي الاهلي تاني، مع انه كان في بتروجيت نمره واحد، هو عارف ان هيجي النادي الاهلي مش هيبقى راح، جاله عقد احتراف والله، كان وعقد احتراف كان ممكن يمشي، لكن هو عارف هو عايز ايه، وعشان هو عايز ايه. لا ده عايز يوصل، عايز يرجع النادي الاهلي تاني، هو عارف قيمه النادي الاهلي وهو بيحب النادي الاهلي. ويوم ما جه من الحمول وجاء على النادي الاهلي كله طموحه ان هو يكمل في النادي الاهلي. بعد شويه لكن رجع. رساله حلوه جدا لكل واحد عايز يوصل، ما حتى لو بعدت شويه عن المكان، لا انا بحاول ارجع تاني. ورجع للاحسن، الاحسن رجع للنادي الاهلي، رجع لمنتخب مصر، لعب كاس عالم، لسه قدامه العمر طويل، ربنا ان شاء الله يكرمه، ان هو نوعيه بني ادم اساسا يا ميدو، نوعيه بني ادم مش لعيب، هايل ما شاء الله عليه، محترم كبير طيب مثابر جدا، بيحب تمرين، عايز يوصل. فجه كل الحاجات دي يا ميدو بنتكلم عليها، اللي هي دايما بندور عليها ايه اللي في لعيب النادي الاهلي، اكيد هي كلها موجوده في محمد. ممكن تحصل شويه عثرات كده في طريقه، عادي جدا بتحصل مع يعني كل لعيبه العالم مش حراس العالم. البوكس كانت صعبه؟ البوكس كانت صعبه؟ ما علينا. ماشي. انت خنقتيه بالبوكس ده خلاص. لا 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 وانا هسيبك. لسه العمر قدامك طويل يا شناوي ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. المشكله بتاعت الشناوي ايه بقى يا كابتن علاء؟ مشكلته ايه بقى؟ ان الكوره دي لعبتي. عارف انت اللي هو ايه؟ هطلع اجيبها، هطلع اجيبها. همسكها بايد واحده، ممكن امسكها بايد واحده. قلت له هي الظروف وخلاص، هي خلاص سبحان الله. تعرف يعني سبحان الله في حاجه كانت في الوقت ده ربنا رايت كده، ان الكوره دي لو جات له 50 مره 900,000 مره وهو لا ومغمض هيطلع ياخدها، لكن هي سبحان الله كان في يعني كان في سبب، لكن هو لا هو ان شاء الله في توفيق. هو كان في سبب وخلاص، ربنا يكرمك يا شناوي ودايما احسن حبيبي ان شاء الله يا كابتن. يا رب دايما يا كابتن، يا رب ان شاء الله واشوفك على خير. كان في سبب ايه يا شناوي؟ لا استنى اشوفك على خير. كان في سبب ايه؟ عشان اكيد مش عايز اتكلم في البيت سامعينك دلوقتي. كان في سبب ايه؟ طمني. لا كانش في سبب حاجه والله. احسن يكون في حاجه كده ولا كده. لا لا خالص. عملت عيد ميلادك فين؟ ما عملتوش والله لسه والله. ولا جالك هدايا ولا حاجه؟ لا لغايه دلوقتي لسه برضه. هتيجي بعد البرنامج ده، هتيجي يا شناوي. ان
اكيد. يلا كل سنه طيب يا شناوي. كل سنه طيب يا حبيب قلبي، ودايما كده في صحه وخير، وان شاء الله ترجع احسن من الاول مليون مره. يا رب ان شاء الله، يا رب دايما. كل سنه طيب يا حبيبي، وربنا يخليك كابتن الاعلام. حبيبي يا شناوي، كل سنه طيب يا حبيبي. انت طيب يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. شكرا. ما تعرفش موضوع الحمول ده؟ اول مره اعرفه والله. لا ازاي؟ اول مره اعرفه. كان معايا اتمرن معايا، كنا رايحين نلعب ماتش ودي انا وكابتن احمد ماهر. حسيت مغرور كده. والله مغرور ولا حاجه يا اخي. شناوي ازاره. لا خالص والله، لا دي ناس الواحد، لا الواحد مغرور. مين؟ بسرعة جدا. الاهلي مضغوط في المباريات، لكن انا شفت ضغطة العين مثلا. هل اللياقة البدنية بتاعت اللعيبة، هل الجرعة البدنية اللي خدوها من ليندمان، مش عايز احمل الراجل ده، ليندمان كنا فرحين بيه قبل كده. ايه المفارقات اللي في الحتة دي؟ المفارقات ان انت مضغوط قوي. وجات عليك فتره يا ميدو، خد بالك يا ميدو، ما بتخسر البطولات نفسيا بتتدمر. برافو عليك. واللعيبه انا معاك، واللعيبه مش حمل الضغط النفسي لان هم لسه. بص يا ميدو، انا دايما بقول حاجه، لعيب الكوره مش عضل وجري وكده خالص. يا جماعه لعيب الكوره ده حاله نفسيه بتاثر جدا. ممكن تبقى نفسيا بتاثر، انت بدنيا كويس جدا وواخد شغل كويس قوي، بس انت نفسيا مش مظبوط، مش هيبان عليك في الملعب. بالظبط بالظبط، مش هيبان عليك في الملعب. عشان كده لعيب الكوره مش جاري وتخبيط. لا خالص والله. يعني عشان كده دايما يعني في ربع كده دايما بيهتم بالحته النفسيه بتاع اللاعب. مش دماغ اللاعب، بعقل اللاعب. لازم يبقى عقلك ده حاجه هاديه جدا. ده غير اللاعب ثقافيا مساعده كتير قوي 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 كده. الموضوع مش موضوع جري وتخبيط وكده. فتره وحشه قوي في النادي الاهلي على كل مستويات، حتى بدنيا. انا معاك بدنيا احنا كنا وحشين قوي، عشان كده اصابات كتير ومش مساعدك ضغط مباريات مرات ورا بعض كتير قوي. فانت مش عارف، مش قادر تعمل خطه صح، مش قادر تعمل حاجه خالص. تحس ان وقتها كمان الجهاز الفني كان فيه عدم استقرار. النتائج الوحشه ميدو جواك، جوه الفريق بتعمل عدم استقرار. تحس المدير الفني كمان فريق كبير جدا، ما فيش حد هيعدي لك هفوه. بالظبط. تحس المدير الفني برضو قلقان من حاجه، مش مركز. اللي بيحكم اي بيت كروي، خصوصا البيت الاهلاوي الكبير، النتائج بتاع الفريق. بالظبط. على كل مستويات. بالظبط. على مدير، من اول المدير الفني. بالظبط. في غرفه الكوره، حتى عامل غرفه الملابس، الى طبعا الى مجلس الاداره، الى جماهير، كل ده بيتاثر بكره القدم. هو كابتن صلاح الله يرحمه لما قال لك النادي الاهلي كره قدم، قالها كده بفم مليان. بس هو عارف دي حقيقه، كره القدم استقرار بطولات، كل النادي ما فيش فيه مشكله. تمام. ريال مدريد كسبان 3 خلاص، يبقى جاريس بيل جايب 3 جوان. عندنا حسين شحاته يقطعك اساسا يا جاريس بيل، عامل هاتريك. حلو 3 جوان، نهائي يبقى حلو، نهائي يبقى حلو ان شاء الله. 60 اهو 3 جوان ان شاء الله، نهائي يبقى حلو ان شاء الله. كفايه ان انت العين بيلعب ريال مدريد، وتشوف لعيب مصري بيلعب قدام ريال مدريد في كاس العالم، نهائي كاس العالم الانديه. جميل طبعا، جميل. انجاز كبير جدا. هو الانجاز حصل، وصول العين للنهائي الانجاز حصل. لو حصل بعد كده بقى، ده ما بعد الانجاز. ما بعد الانجاز اللي هو لو فاز بالبطوله، ده حاجه بقى ما بعد الالام ملاش وصف خلاص. الكوره او التخطيط الجيد، انت بتفتح لي اسئله على فكره. اتفضل. التخطيط الجيد او تعمل خريطه زي ما احنا اتكلمنا، او تارجت معين عايز توصل له، بيخليك طموحاتك تزيد. انت بتعمل تخطيط. بالظبط. ربنا بيكرمك فيه، بتوصل مثلا نهائي كاس عالم الانديه، الله اعلم هتاخده ولا مش هتاخد كاس العالم الانديه. حتى لو خدت كاس العالم الانديه بتزود طموحاتك انت. لا، انت تخطط لحاجه اكبر واعلى من كده. بالظبط. هو ده ميتو. حاجه دايما بيقول لك بره، ايه انا هجيب مثلا مدير فني وهعمل مشروع كذا، دايما بيتكلموا كده. مشروع باربع خمس سنين. هو ده التخطيط الصح. مش جاي مدير فني عشان اخد بطوله الدوري السنه دي. ايه ده تقوله النادي ملوش دعوه، مش نادي بطولات. لكن يقول لك لا، انا هقعد معاك اللي احنا كنا فيه دلوقتي من شويه انا وانت، اديني كده المشروع بتاعك. اسمه مشروع الوقت. بالظبط. يعني عارف الكلمه كبيره قوي. بالزبط. مشروع. بالزبط. اللي هو الخطه بتاعتك او المشروع بتاعتك. اربع خمس سنين هعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. هشام زكريا مدرب الجونه السابق. كان قاعد معايا، كنت مستضيفه. حاجه شخصيه حلوه قوي. طبعا. كان بيكلمني نفس الكلام بتاع حضرتك كده، يقول لي مشروع. هو بيتكلم على ان هو في التدريب، بيقول لي بيسمي التدريب بتاعه مشروع. مشروع. انا بعمل مشروع. بالظبط. يعني استنوني. هي بقت كلمه مشروع. زي ما احنا الصريح يقول لك ايه، ده مشروع لاعب. بالظبط. اصل المشروع دي بتاخد وقت. بالظبط. يعني كلمه مشروع فيها سنين. كلمه جميله، كلمة جدا. كلمه كبيره حتى وسنين. الطلاب بيقول لك مشروع التخرج. بالزبط. بتاعي كذا. اللي هو بياخد منه كام. ومشروع مش كلمه وكده، ده كلمه من خلالها في شغله كتير قوي، من خلالها في ناس كتير قوي. هو ده 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 الوقت الانديه الكبيره اللي بتتكلم عليها. انا ما بتكلم دايما على انديه كبيره، دايما بيبقى هو النادي الاهلي. يعني بتكلم على ريال مدريد. ريال مدريد، انا النادي الاهلي بالنسبه لي هو ريال مدريد.
مع الاحترام الكامل لكل الانديه بالظبط، ما من حق اتكلم على الانديه كده مش من فراغ على فكره، لا ده من كل حاجه. ريال مدريد النادي الاهلي، انا بالنسبه لي النادي الاهلي هو ريال مدريد، هو برشلونه، هو مش عارف مانشستر سيتي، في كل حته اليوفنتوس في ايطاليا، هي دي الفرق اللي بتتكلم عليها ميدو، الفرق اللي بتعمل دايما مشروع كبير بالزبط. مشروع لاعب، مشروع بالزبط. عشان بطولات، مشروع بالزبط. هو ده الصح اللي بيتكلم عليه. حتى جماهير النادي الاهلي دلوقتي يا كابتن علاء ما بتقيمكش محليا، لا هو الدوري خلاص انت واخد، انت زهقت دوري 40 دوري يعني. الدوري عايزين يقيموك افريقيا، عايزين يشوفوا كاس العالم للانديه، عايزين عارف كلامك ده الصح في ايه؟ رد الفعل بعد ما خسرت افريقيا اتفرج كان عامل ازاي؟ بالظبط، محبط جدا 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 جدا، لان افريقيا في ايدك بالظبط، يعني انت كنت ماسك الكاس بايد كويس، وسنتين ورا بعض النادي الاهلي ما ياخدش افريقيا بالنسبه لجمهورك كبير، حاجه كبيره كبير، عشان كده الصدمه كانت كبيره، واللي حصل بعدها اللي احنا بنتكلم فيه انا وانت اللعيبه والمدير الفني ويه كانت جامده. هو ده اللي بيأثر فيك يا ميدو بالظبط، اللي بيأثر فيك بتخسر بطوله ماشي، لكن تخسر بطوله ثانيه زي ما تقول كده الكاس كان في ايدك وتخسرها كان في ايدك، لا رد فعل الناس بتبقى صعبه قوي، يعني احنا ما زعلناش على البطوله بتاعه الوداد، لا اكتر من البطوله دي احنا زعلنا دي اكتر بكتير، لان الوداد كان بفعل فعل البطوله كلها انت بتكسب فيها وانت مظلوم تحكيميا، وادائك في الوداد الى حد كبير بالزبط. كان مقنع شويه غير ادائك في النهايه مع الترجي، عشان كده بقول لك رده الفعل على الناس كانت صعبه قوي، لكن يا اخي سبحان الله جمهور النادي الاهلي مش جمهور هدام خالص خالص خالص، يعني لو حلو قوي حلو قوي قوي الكلمه دي، هو لا عمره ما بيهدم خالص، حتى حلو لو عمره ما بيهدم حتى، يعني بص جمهورك كان بعد خسارتك البطوله الاخيره دي يا ميدو والبطوله العربيه كمان تقبل منه اي حاجه، تقبل منه اي رده فعل، لكن سبحان الله الناس برضو حتى ما بتيجي تنتقدك في لسه مساحه حب عندك بالظبط، شايلاها، لا هيرجع النادي الاهلي هيرجع ما فيش فيه مشكله حتى لو وقت، لكن النادي الاهلي هيرجع مش النادي الاهلي اللي بطوله تهزه او توقعه، عشان كده لا ثقة جمهورك فيه، ثقتك انت في نفسك، في اسمك الكبير، في لعيبتك، اعتقد الامور دي كلها تمشي ان شاء الله. جميل قوي يا كابتن علاء، فتحت لي نقطه ان جمهور النادي الاهلي بناء وليس هدام، لان في ناس كتير دايما، بس انا لما دورت مع الناس كانوا يبعتوا لي انتوا ليه ما بتنتقدوش الفريق في القناه؟ انتوا ليه مش عارف ما بتنتقدوش مين في القناه؟ انتوا ليه مش عارف ايه؟ وانتوا بتخافوا وانتوا فبكرر وبعيد نفس الجمله اللي الكابتن علاء قالها، ان احنا هنا او جمهور حقيقي للنادي الاهلي عمره ما يهد وعمره ما يهدم وعمره ما ينتقد الا ما يكون في اسباب انتقاد اللي هي توقع حاجه بالظبط، والحمد لله ما فيش حاجه بتقع في النادي، انت شاهد عينك. وهقول لك حاجه على فكره، من فرق كتير انا بتفرج عليك، وحتى وانا كل وقت انا وانت ما احنا في نقد، بس نقد مش بهدم بيه بالظبط، اما تقول انا بالزبط. بنقد بالزبط. عشان انا عايز الاحسن، مش عايز اوقع حاجه، النقد البيتي بس انا يعني البيتي. احنا في بيت واحد، فانا بنقدك من عشمي من حب ليك بالزبط. مش ان انا بحقد عليك وعايز اوقعك خالص بالزبط. خالص بالزبط. وللمره مليون، اصل في حاجه كده متاكد منها يعني على اخين منها، عمر النادي الاهلي ده ما هيقع خالص بالزبط. خالص بالزبط. مش الايام دي ولا اللي بعدها ولا بعدها ولا بعدها حاجه كده، يعني ما شاء الله دايما النادي الاهلي ده حاجه فوق كل الانديه الموجوده بالظبط بالظبط. من مانشستر يونايتد، وكان في فرحه غير عاديه في الاجواء الانجليزيه، ده لا الاجواء الانجليزيه كلها ومن بعض اللاعبين، مورينيو ظاهره، مورينيو متكبر، مورينيو عنيد، مورينيو عايز يهد مانشستر يونايتد، شفت مورينيو ازاي الفتره الاخيره يا كابتن؟ بص ولا حاجه، هو عنيد لكن هو مش عايز يهد مانشستر يونايتد لسبب بسيط جدا، هو عايز ينجح. انا بدي لك يعني ايوه، ما انا بقول لك هو مش عايز ينجح، لكن هقول لك حاجه، تصدق نوعيه اللعيبه مع مورينيو دي ما تساعدش على حاجه خالص؟ معقوله؟ والله العظيم. طب لو جه مدرب بقى وشفت مانشستر يونايتد دي شكل تاني ماشي، يبقى اللعيبه نفسها، ما انا بقول لك عنيد، لان هو اساسا كان عامل مشاكل في غرفه الملابس. الوقت الموضه الجديده بنسمعها ميدو اسمها ايه؟ غرفه الملابس. احنا زمان ما كانش عندنا الكلام ده خالص، انا اخش غرفه الملابس كلنا عاديين، ولا احتراف ولا حاجه، ضحك وتهريج ونازل الملعب اخوات مع بعض. لا دلوقتي في حاجه اسمها غرفه الملابس، بيقول لك مدير الفني لازم يتحكم في غرفه الملابس كل حاجه تمشي صح. زيدان بعظمته كلاعب كوره كده، لما راح ريال مدريد عرف ازاي يسيطر على الحته دي، اللعيبه كلها تقريبا 90% او 95% كانت بتحب زيدان، مقتنعه بزيدان، عشان كده بص النتائج عامله ازاي. دايما يقول لك الوقت اعمل اتحكم في غرفه الملابس. مورينيو ما عنديش دي، حتى لما كان في ريال مدريد كان في بعض الخلافات مع مثلا راموس ده كابتن الفريق، تعمله مشاكل هو جوه مع انه مش الغرفه، لكن هو ده الحال في كره القدم، التطور في كل حاجه يا ميدو، تطور في الكلام، تطور في المعامله. مورينيو ما عنديش دي،
فقدها فقدها جامد جدا فقدها مع مانشستر يونايتد مع الخلافات كانت مع لعيبه وانت قلت لي كلمه دلوقتي طبعا تحفه قلت لي طب لو جه مدير فني والاداء اتصلح يبقى كانت في مشاكل في غرفه اللاعبين. جوارديولا دايما نجح ليه؟ الحته دي يا ميدو بيعملها بامتياز على كل الانديه على فكره كل الانديه اللي راحها جوارديولا بياخد فيها بطولات. هو جوارديولا هو جوارديولا برافو عليك بيرسم السياسه بتاعته غرفه الملابس بتحكي فيها كويس قوي النتائج ماشيه صح. هو دي تطورات كره القدم يا ميدو زمان يعني احنا زمان كان في حاجه اسمها غرفه الملابس يعني انت لما جيت عندنا النادي الاهلي كان ايه اللي حصل؟ ولا حاجه خالص بتخش بتضحك بتهزر مش عارف تريكه وعماد وبركات وتنزل التمرين الحياه سهله لا تطور. طب وهل فكر اللاعب المحترف استاذنك بس اقول الخبر اصابه وليد سليمان وللاسف مش هيسافر مع الفريق الاثيوبي لسه محمد يوسف اعلن منذ قليل عن اصابه وليد سليمان في كاحل القدم ومش هيسافر مع الفريق رحلته في اثيوبيا للاسف هنفتقد وليد سليمان وليد سليمان خير جدا خير لكن الحمد لله هو راح ايجابيه لازم راح ايجابيه لسه كنت لازم يريح فعلا. هل العقليه الاحترافيه تستدعي تدخل مدير فني في غرفه الملابس ولا هو العقليه الاحترافيه عارف هو دوره ايه وهيعمل ايه؟ لا بص ده دي حاجه جديده في كره القدم عقليه احترافيه اول مره اسمع عقليه احترافيه وكل حاجه لكن انت كمدير فني لازم تسيطر على النقطه الاهم غرفه الملابس خلاص اللعيبه تيجي على التمرين على طول مش كده التمرين والله الكلام المشاكل اصل اقول لك حاجه مورينيو عامل مشاكل كتيره جدا 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 بغض النظر مين غلطان فيهم مع كل نجوم مانشستر يونايتد كلهم حتى اللي هو كان جايبهم عمل مشاكل معاهم ما بينفذوش اللي هو عايزه في حاجات كتير جدا في الاخر ايه اللي حصل غرفه الملابس خلاص بعدت منه خلاص بقت عندك مشاكل كتير مش عارف تسيطر عليها ما انا بقول لك هو كلام يعتبر جديد شويه في الكوره يعني عندنا هنا الامور لسه ما دي ظاهره سلبيه في الكوره كابتن علاء لو ممكن تبقى ايجابيه انا شايف انها سلبيه ليه احنا جينا نختلف النهارده لا قول طيب قول لي ليه قول لي ليه شايف انها سلبيه انا كمدير فني انا مش عايز يطلع لي كل شويه حاجات سلبيه اقعد عليك فيها انا كمدير فني عايز فكرة احترافي كويس. ينفذ لي الفكر بتاعي جوه الملعب كويس. انا مش هطلع اقعد معاك في غرفه الملابس مش هطلع معاك في البيت هو مش هيقعد معاك في غرفه الملابس هو انت كمدير فني هترضي 30 لعيب استحاله حلو كويس قوي يبقى في اختلاف انت بذكائك الاختلاف ده ما ياثرش على الباقي بالظبط هو ده بالظبط هي دي غرفه الملابس يا ميدو بالظبط مقتنعين بيك زيدان ما هو مسك ريال مدريد ما كانش لسه مرن حد بالظبط ده كان في الريديف في ريال مدريد بالظبط لكن هو عنده من الذكاء وعقليته كلاعب كره ممتع عرف ازاي يتعامل مع نجوم الفريق انت سمعت نجوم الفريق بالزبط. مش كل الفريق بالزبط. نجوم الفريق النجوم المؤثره على راسهم دايما كابتن الفريق هو ده دراعك اليمين راموس كريستيانو بالظبط اي اسم بقى ده دراعك اليمين مع نجومك خلاص انت مش خسران حاجه بالعكس الناس كلها تبقى في ظهرك غير اما تعمل مشاكل مع نجوم الفريق مع كابتن الفريق بس تمام يعني مشيان مورينيو اسعد لعيبه كتيره جدا كتير عصام بوجبا واسعدنا احنا كمان لان مانشستر يونايتد مش المفروض انه يكون كده واداءه كده شكله كده النوعية بعدت قوي 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 اللي شو مانشستر يونايتد طبعا يعني نتكلم على ماتش افريقيا ولا نتكلم على فتح سوق انتقالات اللاعبين في شمال القاره لا لا خلينا في افريقيا احسن ليه قرفان كده ليه؟ ما بحبش كده الموضوع ده مش عاجبك القرار؟ صحي ولا غير صحي؟ مش عاجبني انا عامة مش عاجبني هو قرار حلو على فكره مفيد لبعض بس مش احنا اللي نطبق الحاجات دي بالظبط يعني احنا الدنيا مختلفه الاحتراف عندنا مختلف عن بره يعني بره في انجلترا كله يلا بينا لا 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 انجلترا لكن في حاجه هم عايزين تارجت معين الموضوع كله مختلف احنا بنفتح الحاجه ومش عارفين تارجت بتاعها ايه هي دي اللي احنا كنا بنتكلم فيه الوقت انا وانت بدايه الحلقه بالظبط انت بتعمل حاجه ليه انت دارسها عارف بعد كده اللي هيحصل هم الناس ما الناس ما بتاخدش قرار في يوم وليله هناك يا ميدو القرار ده مثلا بيتكلموا عليه ده في اي قرار بيخص الكوره في اوروبا عامه مثلا من شهور القرار ده بنناقش فيه لحد ما يدرسوه كويس قوي وبعدين الحل يقولوه لكن مش في انا عندي فلان فيها طب يلا نعملها فين احنا قاعدين على القهوه عايزين يا كابتن علاء عشان احنا كجماهير الجماهير زي ما حضرتك قلت اختلفت فكرها اختلف بيتكلموا دلوقتي في الكوره احسن مننا بكتير جدا وعارفين دلوقتي كل كلمه ايه المقصود منها نفسي لما نطلع قرار نقول للناس اصل ايجابيات القرار ده كذا سلبيات القرار ده كذا والناس تحكم عشان انا لما اقنع الناس يبقى الناس مقتنعه ميدو هو في قرار في الدنيا في الدنيا كده اي قرار في الدنيا اكيد في ايجابيات وسلبيات بالظبط دايما بتاخد انت الايجابيات بتاعت القرار بالظبط وتحاول تتلاشى السلبيه بالظبط
لكن في دراسه بالظبط، هتعرف ده كل اللي انت بتتكلم فيه. ادرس الاول القرار عليك انت الاول. يعني القرار ممكن يناسب ميدو بس ما يناسبش علاء. انت فاهمني؟ خد القرار ادرسه كويس قوي، وهل هو مناسب ليه ولا لا؟ مش اي قرار يتاخد يبقى مناسب ليه، لا طبعا. ما مش شرط على فكره، القرار ماشي حلو هيناسبك، هنا الكلام او لا. تمام. أزارو مباراه جيما الاثيوبي ضيع فرص؟ أزارو؟ اه ما لعبش بجد؟ طب هيضيع فرص الماتش اللي جاي؟ لا أزارو الماتش اللي جاي هو ضيع فرص ماتش مباراه النجوم. لكن انا بلاقي برجاوي، انا بلاعب الكابتن علاء برجاوي. لا تخش علي، انا كنت في الملعب اصلا كمان. قلت جبت ازارو وجبت الشناوي، والشناوي عمل بوكس ما يمسك الكوره بدل الملعب يلعب الكوره بوكس. وازارو بيضيع فرص، لعيب جامد قوي ازارو ما شاء الله. طب نتكلم لعيب امكانياته لعيب كوره ممتازه، مش امكانيات الملعب، بره الملعب كمان. تخيل يا كابتن علاء، الاهلي كان بيلعب بمروان فيرود واحد اصابات. ايه الاصابات دي يا كابتن؟ اتكلمنا فيها ميدو في الاول، قلنا ايه اصابات كتير قوي قوي معطلاك انت على فكره. انت عارف انا دايما بقول ان شاء الله الايام الجايه تبقى احسن. ليه؟ اصاباتك ان شاء الله رب العالمين لما تخف داخلين لك اربع لعيبه تقال جدا. بالظبط جدا بالظبط. نص فرقه مع تدعيماتك مع اللعيبه الموجوده عندك الشكل هيبقى مختلف. عشان كده الناس بدات تقلق منك. سيبك الاداء اللي لسه مش انا منك وانت تعبان اساسا، انت فاهمني؟ لكن هو مش عايزين الاهلي يبدا، هنتكلم على الدوري مثلا، مش عايزين الاهلي يجمع نقاط بتاعه الماتشات المؤجله، لان هم عارفين في وقت ما الاهلي هيبقى كامل. وقت الاهلي ما بقى كامل بنجومه بس. الموضوع خلص. هي دي اللي انت عملتها دي، هي دي بس. عشان كده هم الناس كلها على فكره كره القدم حلوه، التفكير ده مع الناس الثانيه جميل، لان ده كلها تفكر في بعض حاجه حلوه، بس هم دايما بيفكروا في البطل. البطل عنده دلوقتي مشاكل اصابات، والاصابات بتاعت ناس تقيله. بتتكلم على احمد فتحي، معلول اجاييه، اما كمان ازارو يرجع بحالته، وليد سليمان بقى ياخد الراحه بتاعته ويرجع، تدعيماتك الجديده، لعيبتك الاساسيين موجودين، انت بتتكلم في فريق ما شاء الله ما فيهوش مشكله، ما فيهوش غلطه. عندك سعد سمير وعندك كله بدون ذكر اسامي كتير قوي. باسم ما شاء الله رجع من باسم رجع احلى رجع. حاجه الفتره اللي فاتت كمان رجوع باسم ده كمان تعمله تمثال. ما ينفعش نعمل حاجه في عضلاته يا كابتن. ده والله قافشين بقى في عضلات دلوقتي ويا سليمان كده. انت عارف كمان احنا اتكلمنا على كريم ازاي، ده باسم ده كمان اتكلم عليه. انا بخاف اتكلم عليه والله. لا اتكلم عليه، سيبك من اللاعب، اتكلم عليه كصبر لاعب. طيب. بعد كم الاصابات دي والبعد، الناس مع احترام الكامل ليه، بعض هو الناس لسه ايوبين في الفرقه. هو ورامي، لكن الراجل رجع والشكل كويس قوي الحمد لله ما شاء الله عليه. هو دايما يا ميدو لما بتيجي تقيس لعيب بيقيس الشخص اساسا، نوعيه الشخص. باسم لما جه النادي الاهلي نوعيه شخص هايل، راجل عارف محترم مؤدب صبور في حاله، مقتنع بكل حاجه بتحصل له، ودي اهم حاجه تقتنع اللي بيحصل لك. انا معلش وخدت وقت، لكن الحمد لله بدا يظهر وظهوره كويس ومؤشر حلو. لما رجع لك كمان باسم وان شاء الله تبعد عنه الاصابات، طب ادي باسم كمان، لا الامور هتختلف يعني. ان شاء الله بدايه السنه الجديده يعني انا متاكد وعلى يقين من الكلام ده، شكله مختلف خالص للعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. ما انا بقول لك فرصه وهي عضلاته سليمه كده، ما فيش اي حاجه لزق بتاع تقفش فيها، نقفش نمسك عضلته اصلا قد كده. نقول له ان شاء الله بقى. لا ان شاء الله ان شاء الله يا رامي، ان شاء الله يا رامي، والله العظيم بيصعبوا عليا. والله ان شاء الله بيصعبوا عليا نفسهم يرجعوا. طبعا. ومش عارفين اسوأ حاجه في حياه لعيب الكوره الاصابه. طبعا طبعا طبعا. انا لما رحت الاهلي قلت الحمد لله يا رب، لما جالي قطع في رباط داخلي انا في الملعب، انا رجلي الركبه بتعمل كده مني، انا مش عايز ادخل في الجو ده انت عارف. لا لا مفيش حاجه، ركبتي سليمه والله العظيم، لغايه لما بمشي رحت واقع. طبعا صعب القطع. فلاعبنا الاهلي، وبتكلم الكلام ده للجماهير، لاعبنا الاهلي نفسه يرجع ونفسه يشارك ونفسه يبقى في الجو ونفسه يبقى في الماتشات، لكن غصب عنهم والاصابه زي ما قلت لك اصعب حاجه في حياه لاعب في النادي الاهلي بيوصلك لمرحله الجنان. بالظبط والله العظيم بالظبط. يعني اما انا بفكر كده يعني انا متخلف كرويا. انا متخلف كرويا، انا لعبت على غضروف ممزوق سنه ونص. ايه الغباوه اللي انا كنت فيها دي بجد والله يا غباوه. بس ما تعرفش في سبحان الله مش عارف اطلع من الملعب. لا في حاجه بالزبط. مش ممكن، مش عايز اطلع من الملعب، مش عايز اسيب، مش عايز طالما بجري كويس عايز العب ماشي اديني اي حاجه. يعني وصلت لمرحله مع الدكاتره بصوا اديله اي حاجه عشان العب، وحياته وخناقات ويا ابني
عايز العب، عايز موجود في الفريق، عايز اروح النادي كده. هي دي سبحان الله في حاجه غريبه في النادي ده فعلا، تخلف عقلي في الاهلي والله. لا النادي الاهلي يعني مصاب، لا يا جماعه انا متخلف عقلي، هلعب انا هلعب يا جماعه طالما رجلي شايلاني. سبحان الله النادي الاهلي هو حاجه مختلفه في كل حاجه بجد والله العظيم. ده عشان كده دايما بقول لك المحظوظ المحظوظ والله العظيم اللي حتى متواجد في النادي الاهلي ده، مش لازم سنين كتيره متواجد، بس اسمه يتواجد كده في النادي الاهلي هتفضل معاه الى ما لا نهايه. فتخيل بقى اللي متربي في النادي ده يعني بيبقى عامل ازاي. دي حقيقة. عشان كده لما ما بلومش على اي حد يبقى مهووس بالنادي الاهلي كده. دي حقيقة. اه والله انت جميل يا كابتن. الله يخليك يا كبير، ربنا يخليك. رايحين اثيوبيا الاجواء صعبه جدا، عارف حضرتك بقى الاكسجين فعلا البحر فعلا فعلا. حضرتك لعبت في اثيوبيا اكيد فعلا مش ما بنعرفش نتنفس. انا عارف عشان كده ميدو كنت متضايق جدا على كم الفرص ضاع مننا. فرص يعني انت تخرج على الاقل 5-0 5 والله على الاقل وخلاص روحنا. عشان كده محمد يوسف طالع كانه بيتكلم في المؤتمر الصحفي كانه خسران الماتش، لان هو عارف عارف الاجواء عامله ازاي هناك. الاجواء عامله ازاي ان شاء الله الاجواء دي مش هتاثر في اللعيبه، لكن انت في ايدك حاجه مضمونه. ليه ما كسبش 5؟ عجبني قوي الزمالك تاني يوم لما كسب 7 حلو وجميل بجد، لازم نتكلم ليه يعني 7 حلوين قوي هايل، لكن انت كان عندك سوء حظ. سوء حظ ماشي مقبول، فرص كتير قوي يعني الفريق مش قوي، بس انت يعني كنت لازم تخلص من هنا. عشان كده محمد يوسف كان متضايق، او كل الناس اللي كان شافت الماتش وعايز اخلص من هنا، عشان انت عارف رايح هناك الاجواء اللي بتتكلم عليها دي اجواء صعبه. لكن طبعا اللعيبه ان شاء الله مفيش مشكله فيها، لكن طب انا ليه اروح اقول اجواء صعبه؟ فاهم انت كنا خلصنا وقلقان. بالظبط دايما لما يكون عندك فرصه كلنا كنا زعلانين. بالظبط مش عايزين مش عايزين ندي اي فرصه للمفاجآت خالص. ما انا بقول لك لما يكون عندك فرصه تانية هنا انهي. هو ده الكلام اللي اتقال. تفتكر الفرص الضايعه، مع انه السؤال يعني فات الوقت عليه، لكن كان من ايه؟ استعجال، عدم ثقه. عدم ثقه. اه طبعا هي دايما كده، عدم ثقه واستعجال دايما. يعني حمودي جات له واحده، لو جات له ثلاث اربع مرات هيحطها دايما كده. حتى وليد جات له واحده بس، انا وانا بعذر وليد كان لسه نازل ولسه ووليد اسامه السليم. وليد اسامه تعبان جدا، مجهد جدا، مجهد طبعا جدا. الكبار يا كابتن علاء بيركزوا في الخساره والمكسب اكتر من اللعيبه العاديين. بالظبط. فاكيد كان عليه ضغط نفسي كبير جدا، ضغط عصبي كبير جدا. اخر مره كنت في النادي، كنت حتى قبل المباراه دي كنت واقف مع وليد وعاشور والناس الكبار، فعلا مضغوطين مش عاجبهم، عايزين يطلعوا من الـ من الـ من الظروف اللي هم فيها دي. عشان كده دايما اللعيب الكبير عليه ضغط في النادي الاهلي اكيد طبعا. الوقت جري معاك، مش عارف بتعمل ايه في الجو في الوقت بتاع الحلقه. ولا حاجه، نسلم ونمشي. بجد؟ اه والله. لو عايز نقعد كمان لا كده كويس الحمد لله، لغايه لما يجوا يقولوا لنا يلا. لا تلاقي الجو طفى علينا النور، الحاجه دي مصيبه. هنكمل الاربع اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا بيض ربنا يكون عندنا مواضيع كتير ونبارك لنا يا رب. اكيد ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي في اثيوبيا وفي رحلته الصعبه دي. ان شاء الله ان شاء الله. لا لا الاهلي صعبه بس الاهلي يقدر. طبعا اداء ودود الناس، وان شاء الله يعملوا مباراه كويسه ويرجعوا فوز ان شاء الله كمان. والله العظيم يا كابتن علاء بقى مبسوط جدا. ربنا يخليك والله. مع انت ما ردتش عليا امبارح في التليفون والله. بعدين شفنا على الهواء. بجد احنا لسه. شكرا جدا يا نجم. الله يخليك يا بشكرك يا بيض. اشوفك على خير. الله يخليك. الله يخليك. دي كانت نهاية فقرتنا مع النجم الكبير الأهلاوي الكابتن علاء ميهوب. فاصل ونواصل مع الأهلي الليلة. شكرا جدا لحضراتكم.